انطلقت أول رحلة جوية من مطار البيض لأول مرة منذ تدشينه قبل 10 سنوات عبر خط جوي فتحته شركة تسهيل الطيران بمعدل رحلتين في الأسبوع. التقرير لنوردين الرحماني. أطلقت الخطوط الجوية تاسيليا أول رحلة لها من مطار البيض باتجاه العاصمة في خط جوي سيشتغل عبر رحلتين جويتين كل يوم أحد وخميس من كل أسبوع. تاسيليا للطيران سوف تقوم برحلتين أسبوعيتين يوم الأحد ويوم الخميس الأربعاء. اليوم تاسيليا للطيران تسجل 30 رحلة عبر التراب الوطني. يمكن كل مواطنين جزائريين وخاصة مواطني ولاية البيض والمجاورة بالرحلة نحو الجزائر العاصمة، وقدرناها ب 5600 دينار. توقيت الرحلات وسعرها أهم انشغالين دار حولهما الحديث مع أول رحلة جوية باتجاه الجزائر العاصمة. إذا فيه طلب على يعني المسافرين الكثرة، الشركة مستعدة باش تدير الطائرة لتلبي الطلبات. الخط الجوي من شأنه فك العزلة التي تعاني منها ولاية البيض وإعطاء دفع قوي للاستثمار الاقتصادي المرتقب أن تعرفه البيض بداية سنة 2017.